هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت. أو الطريفي يعني ما أشرح لك عن هاي اللعبة لأنك أنت لعيب ومقضيها مقاولة. هو كل ما تزهق ما يكونش عندك مشروع جوي في تيجي بخبط ضربتين مية بس أيام الشباب. ولكن أيام الشباب هلا فيش هلا جار علي الزمان. اسمع يا جار عليك الزمان تبدك تموتنا الدنيا رمضان خلينا نشتري أحسن الدنيا كورونا مشيها يا طريفي. التحدي هذا غير عن الأشياء العادية اللي أنت بتلعبها. التحدي هذا لازم تلعب معنا بينج بونج وتكون مركز معاي وتجاوب بعض الأسئلة اللي ممكن تكون منها محرجة. تمام. إذا بتفضل إنك ما تجاوب على أي سؤال تقدر تحكي لي باس. أول مرة ما بنخصم من سكورك نقطة. ثاني مرة معك باس راح ينخصم من سكورك نقطة. أنا حاسس توصيل فيه في الأسئلة وراح أقضيها باس. خلينا نشوف. أنا والله أحب تكرم عندي وحأخذ من الأسئلة اللي هون. يلا. تمام. ماشي. متفقين 100%. متفقين. راح نتحدى زميلنا اللي انت تلعب معاه دائما ليون طقس العرب. ليون تفضل. مضربك معك طيبه معك. راح نعد 3 2 1 جو. يلا ابو طريف كيف حالك؟ تمام. شو اخبارك؟ امورك تمام؟ تمام. بكل صراحه مبسوط بحياتك؟ الحمد لله. اه ليه مبسوط بحياتك؟ بعتبر حالي حققت شغلات كويسه بالنسبه لعمري. حققت شغلات كويسه بالنسبه لعمرك؟ نعم. شو يعني خلص كبرت علينا وكبرت لا يعني؟ بالنسبه لعمري اللي انا هلا يعني وضعي كويس. كويس حلو. طيب شو السبب انه لهسه اسامه الطريفي ما تزوجت؟ ليش ما تزوجتش لهسه؟ صراحه ما صار نصيب. مش كثير موضوع هذا افكر فيه يعني. ما صار نصيب ولا بتحبك تتعرف على بنات؟ لا مش بحب اتعرف مع بنات. ما صارش نصيب. كيف يعني؟ في ناس بيقول لك انا ما بدي اتجوز وضعي ايش حياتي عزابي. اعرف اكم بنت اعرف اكم كذا هيك الامور يعني. لا انا لا صراحه ما صار نصيب. مش انه ما صار نصيب. نفسك تتجوز؟ صراحه هلا لا. مش نفسك صار عمرك يعني صار عمرك 31 سنه. شو اللي صراحه مش هسه مش لا مش عارف اسمه جتنيش رغبه. حابب هيك اضل مستقل. حابب اضل مستقل. طيب 100%. معقول نلاقيك عريس ب 2021؟ 21 لا. 21 لا مستحيل. 2022 ممكن. 100%. صاحب؟ وحش. طيب تعتبر جسمك واحدة من العوائق اللي بحياتك؟ ليش؟ زمان كنت كثير ناصح وفاضني هوس بعدين بالدايت والرياضة. على فكرة أكثر واحد بيعرفون دكاترة التغذية والرياضة في الأردن يعني معروفهم كلهم. تمام حلو 100%. بعدين لما تنزل اسمع زي بيطلع على التلفزيون كثير وعلى الكاميرا بيلزم يكون جسمه منيح صراحة. ممتاز. فهلا يعني صابني إصابة قبل فترة ونزلت كثير هلا فإن شاء الله نرجع زي قبل يعني. النتيجة 3-3. والله صامت في التحدي مش قادر أنا إني أشتت تركيزك وأعجقك. طيب حكينا إنه وزنك يعني ممكن يسبب لك نوعا ما عقدة أوكي. ولكن أنت عملت إنجاز رهيب. ضيعت هذا الإنجاز ضيعته. كم كيلو نزلت وكم كيلو طلعت يعني لوين الوزن اللي وصلت له لأي مرحلة خربت وزنك؟ وصلت حوالي 85. تمام. ورجعت زدت حوالي بأربعة أشهر حوالي 20 كيلو. أربعة أشهر حوالي 20 كيلو إذا مش أكثر طبعا. طيب ممتاز. ارتفعت وزن صراحة. طيب خلينا معلم ليش نتيجة أبو الجتاوي حاسس كيف نقاطنا 6-3 لإلك. طيب أوكي فايز أنت لحد الآن. بنكون في الصورة 7-3. أوكي بتحس أبو الطريفي إنك غلطة إنك دخلت المجال الطقس والإعلام؟ مش بشكل مطلق بس يعني بعرف إنك ما بتحب يعني ما كنتش تحب الإعلام ما كنتش تحب تطلع مقابلات في منه بس يعني هلا لا الأمور أحسن صارت. طب سؤال أنت كمتنبئ جوي الناس بتابعوك بالثلوج والشتاء وكذا تعتبروا حالكم نجوم مؤخرا بتكونوا في الشتاء؟ نجم أنت؟ تعتبروا حالكم نجوم بتصيروا نجم في مجالي؟ أكيد في ناس أشهر مني كثير في الأردن بس في مجالي بعتبر حالي نجم. أكثر كومنت إجاك على التنبؤات الجوية استفزك ما بتنساه؟ العب العب أيوه كومنت جد دايقك صراحة كثير ما بتجي كومنتات سيئة. بس عدينا وصلنا مرحلة إنه أتضايق من الكومنت صراحة. عديت تضايق من الكومنت؟ بس يعني خلينا نحكي بشكل صريح أكثر. الناس هيك بتحكي مرات بالشتاء بتخبصوا صح مع هذا الحكي ولا مش مع هذا الحكي؟ مش بنخبص وبنحكي توقعات وسام في شيء صح في شيء غلط. اوكي تمام. بس في كمان مشكلة مرات فهم النشرة الجوية أو طريقة إيصالنا للنشرة. طريقة إيصالنا للنشرة. آخر مرة تهاوشت أنت ومحمد الشاكر متى كانت؟ يمكن قبل ساعة من هلا.
هلا قبل التصوير ناقر انت محمد الشاكر صح؟ كثير بس صراحة نتناقر بالشغل بس انا خارج الشغل محمد اخوي حلو يعني انا محمد بعرف ممكن من اكثر من 15 سنة بتحس انه محمد له فضل عليك نوعا ما بحياته؟ طبعا ما بنكر فضله اكيد ما بتنكر فضله بحياته اكيد لا ساعدك تدخل مجال التنبؤات الجوية هاي الأشياء؟ ساعدني وهو طلعني على الإعلام ودرست برا يعني ببريطانيا برضو عن طريق الشركة بالأرصاد فأكيد شجعك تدخل الجيم كمان؟ طبعاً والفوتني هالفكرة والفوتك على الجيم واللي شدني من ذنيب الزمانات حلو 100% طيب في يوم من الأيام تعرضت لهجوم على السوشيال ميديا كثير أوكي بس في مرة من المرات غبت فترة منيحة عن السوشيال ميديا بعد ما تعرضت لهجوم بسبب تنبؤات جوية خاطئة صح وقفت اكونتاتي وقفت اكونتاتك شو السبب ما تحملت الضغط ما تحملت الضغط ابدا طب ما هو هاي بالنهاية توقعات انت اذا طلعت بدك تكون متحمل مسؤوليتها ليه بتخفي اكونتاتك شوف اسامة مرات لما تلاقي كل السوشيال ميديا بتكتب عنك ما بتتحمل خاصة انك تدخل على اكونت تلاقي اصحابك بكتبوا اهلك بكتبوا بتحس الموضوع كثير صار كبير تمام وصراحة كمان لو كيف هو نفس الوسعه مرات الواحد جد بتعب تمام وطبعا موضوع الراحة إشي مهم تمام ممتاز أوكي طب يعني شو أحكي لك شغلة هو نوعا ما هروب أسامة بس بتحسوا إنه الشعب الأردني نوعا ما ظالمكم لا مش ظالمنا ولا الشعب الأردني بحب الثلج طيب فإذا ما زبط الثلج بيزعل إذا ما زبط الثلج بيزعل زي مثلا المنتخب يكسر أو غيره لا بس هو خلينا نكون صريحين أنا ابن طقس العرب ومعاكم وقبل ما أشتغل معاكم أنا بعتبر حالي واحد من أبناء طقس العرب للصداقة اللي بتحكمنا صحيح. بس خلينا نكون صريحين أكثر الناس بس تنتقدكم تجرحكم تجرحكم الناس في مرة أسامة أي حدا بالأردن معروف أو مشهور بتعرض لانتقادات وبتكون مرة مزعجة يعني عادي تمام يعني أنا برأيي مش إشي غلط يعني عادي بس ما هو هذا عمل عندك وعند محمد الشاكر عند شباب هو مشاكل نفسية بالثلج والشتاء والله لا مش مشاكل نفسية بسميها ضغط بلا ضغط نفسي أنا بسميها ضغط طب أسأل السؤال بصراحة تجاوبني عليه سألني عمرك بالحالات الجوية المعقدة لما كان في كل التركيز الإعلامي على طقس العرب والتركيز الإعلامي عليك رحت على الصيدلية أخذت مهدئ تأخذ مهدئ أخذت مهدئ دائما حلو مهدئ للقلق للإنكزايتي للضغط هيك طيب خلينا نعطيك مهدئ مؤقت احنا لانه حاليا الجرس رن معانا كمل لعب ولا لا انا ايش هو طبعا انت لازم تكمل لعب 13 8 لك لحد الان فايز حلو ممتاز طيب مشاهدينا الاعزاء طلع الجرس اخر كومنت كان معنا مشير اللايف تبعنا اسامه وليون طقس العرب عم بيلعبوا نشوف شو الجائزه اللي ربحها معنا اخر كومنت عشان يعني نشوف شو صار بالتحدي مع اسامه الطريفي الى الان اسامه الطريفي صامد أسامة الطريفي إلى الآن 14-8 النتيجة بتبلغني سعاد اللي ربح معانا وجبة لشخصين مقدمة من مطعم Let's Meet قسيمة منزيل بقيمة 10 دنانير مقدمة من المنصير للزيوت والمحروقات باكج العناية بالبشرة مقدم من توني مولي ألف 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 مبروك شكرا لطقس العرب جو وشكرا لكل الناس اللي بيقدموا لنا جوائز يعني من خلال برنامجنا برنامج جوك برمضان برعاية كريم هايبر ماركت راح نرجع للتحدي حاليا النتيجة 16-9 لإلك أبو الطريفي صارت 17-9 لإلك أبو الطريفي طيب خلينا نكمل مع بعض في التحدي يلا سامع أنت عرفت عند الناس إنه أنت شخص يعني مختص بالطقس وعندك ما شاء الله من العلم بالأرصاد الجوية على مستوى عالم انت ليه قالب بروفايلك اخر فتره صفحه اخبار عاجله احكي لك ليش لما بلشت الكورونا قبل سنه تمام كنت اعمل ابديت للناس عادي يعني زي اي حد بكتب عن الكورونا تمام بعدين توقفت فتره تمام. بعز الكورونا صارت ناس تحكي ليش بتنزلش بتتبع عندك شو بتنزل قاعد يعني في ناس تتبع عليك بس تقلبها صفحه اخباريه وخلصنا هيك عادي عاجل هلك نعواج انا المشكله ابسط ما متخيل موضوع السوشيال ميديا انا يعني الامور البسيطه السوشيال ميديا ما بعرف اعملها صراحه حلو تمام فانا يعني مش ماخذ الموضوع كثير رسمي يعني ما بنزل نكت ما بنزل طقس مرات يعني بصور اكل يعني ما عندي اي مشكله صراحه بس في يعني في ناس بتقول لك انت بتنزل لما ترتفع اصابات كورونا لما تصير تنزل اصابات كورونا بنشوفك هاي ضد على فكره غلط غلط والله غلط وبس اخبار متشائمه عاجل وفاة عاجل واحد تحت مسمين النكد بالسوشيال ميديا ما بعرف ليش انا مش هيك يا اخوان انت مش النكد لا لا والله بتكون يمكن يعني صدفه صارت مش انه اي شيء ثاني عرفت كيف تمام وصلنا
معلومة مش مني والله هاي المعلومة، من حدا قريب عليك. يقول انه وسام الطريفي حساس وبزعل بسرعة، يعني اذا اي حدا معاه مزح معاه مسحة كانت شوي صغيرة ثقيلة ما بتحمل وبحرق. لا هو انا بحس حالي مرات بكون نفسن صراحة. لين عجقت طيب؟ لا بكون نفسن مرات. نفسن؟ عندك هاي صراحة مرات. مرات عندك الأنا العليا. لا وبحب اغيرها دائما يعني. حلو تمام. صراحة. صراحة. يعني حساس اقل شيء بزعجك نقدر نقول هيك؟ لا لا مش بزعجك، انت بتعرفني اسامة كمان منيح. اذكر لي اسم شخص غيران منك لانك احسن منه. بس. طيب. اشي جربته مستحيل ترجع تعيده او تعمله. نوع من التمارين الرياضية اللي تعملها. نوع من التمارين الرياضية اللي تعملها سببت لك مشاكل صحية. فاكتبت مشاكل كبيرة مش شوي. طيب اشي على صعيد الحياة ممكن ما ترجع تعيده. ولا شيء صراحة. اشي نفسك تغيره بحالك. صراحة في جوانب بشخصيتي ما بحبها نفسي اغيرها. نفسك تغيرها. لو رجع فيك الزمن. لو رجع فيك الزمن. هل تشتغل في طقس العرب؟ اكيد. مش ندمان انك متنبئ جوي او في عالم مجال الطقس؟ صراحة هذا المجال مش احد بيقدر يدخله اسامة صراحة. فانا بعتبر حالي من الوظائف القليلة والنادرة نفس الفترة. فما عندي اي مشكلة فيه. كنت قد التحدي؟ حبيبي. جاوبت على كل الاسئلة؟ عملت واحد بس. 13 لليون احزر كم سكورة؟ نقدر نوقف اللعب هيك شباب. فزت؟ احكي لي فزت. سكورة 25. مبروك ابو الطريفي. مبروك. في حد فاز قبل هيك؟ مبروك. الحمد لله. أنت أول واحد بتفوز إلى الآن يعني. أتمنى أن تكون الأمور تمام. هذا البرنامج برعاية كريم هايبر ماركت.